الحقيقة أنا صعبان عليا قوي إن إحنا نكون آخر الجلسة، قاعد قدامنا 7 من النجوم الديابيتس والهيباتولوجي، لكن برضو أنا مبسوط بالحضور الجميل اللي لسه صابر لغاية دلوقتي. We will present an interactive session related to the most important disease nowadays regarding the liver diseases. That is the muffled, وحنفاجئ بعد شوية إن الاسم muffled دوت راجع، وحنعرف الحدوتة بتاعت النيو نومنكليتشر. عايزين نقول إن أبيت ها أبا من أبا زي ما بيقولوا حضراتكم، لازم هتفهموا ديابيتس مع الليفر وليفر مع الديابيتس، الديزيز ده راكب بيهم هما الاثنين. We will discuss the prevalence of muffled, the new nomenclature, pathogenesis, diagnosis, new treatment and old treatment. هنبتدي بأخونا الدكتور شريف البحيري هيكلمنا عن الـ prevalence of muffled. بروفيسور شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر دكتور مجدي دحشان، دكتور عبد الخالق، دكتور البرعي، ابارك لكل قسم البطنه في طب الازهر على المؤتمر الرائع، ودايما معودنا على الحاجات القويه ديت. Actually we have only 7 minutes I guess, as Dr. عبد الخالق he mentioned to us ان احنا we have to talk about the prevalence of muffled. صراحه when we went deep inside the literature to find the prevalence of muffled ما لقيناش ال prevalence with this term، لكن لقينا ان نافلد كانت من اخر استادي اتنشرت في ديسمبر في جانيوري 2019، بس من سنتين. الاستادي دي كانت فيها حوالي اكتر من 8.5 مليون كانديديت على مستوى العالم في 86 استادي، دي كانت ميتا اناليسيس ريتروسبكتيف، اند وي فاوند ان 25% تقريبا من الجلوبال بوبوليشن دي هاف نافلد. كان الماكسيمم طبعا نمبر within the Middle East and South America. On the other hand كانت المينيمم نمبر كان في أفريقيا كان reach around 13% بس من patients. When we go to the relation or correlation between the gender and the prevalence of muffled كانت cross-sectional study. This is the one of the maximum sample size cross-sectional study has been done in literature. This has been done in Thailand. وكان فيها around أكتر من 35,000 candidate. And you can figure out إن العيانين اللي has been diagnosed with NAFLD in this study كان 22.9% almost 23% منهم كانوا females compared ل 18.3% بس males. And this gives a prevalence difference around 4.5% للفيفر للfemales. ولما اتعمل adjusted univariant analysis طلع فيه ان الاودز ريشيو كان اكتر للفيميل بنسبه 1.3، يعني there is a risk of NAFLD للفيميل 1.3 times more than male patients. لما جينا نبص على الـ prevalence in Africa and Middle East actually we had a lack of knowledge and literature due to lack of base of الـ ground base بتاعت الـ data بتاعت الـ patients عندنا في Africa and Middle East beside so many other things mainly social and psychological. We were gonna discuss this later. بس كانت الـ study الوحيدة اللي معمولة من مصر كانت معمولة في اسكندرية، وكانت معمولة mainly على الـ prevalence of NAFLD في الـ children، وكان around 15.8% from these children they were half NAFLD. لما نيجي نتكلم عن الانسيدنس بتاع الهيباتوسيلولار كارسينوما within النافلد، كانت اخر استدي اتنشرت في ديسمبر 2018 في جاسترونترولوجي، جابوا الاولد فيترنز بتوع امريكا والمحاربين القدامى الامريكان، وجابوهم من جانيوري 1 2004 لغايه ديسمبر 31 2008، يعني 5 سنين، وقعدوا يتابعوهم لمده 7 سنين. كانوا هم they have NAFLD with a control group. And it was very surprisingly that in 490 عيان they have an HCC وفي خلال 2,382,000 persons years، مش person per year، ودي statistically فيها شوية differences، لقوا ان هم they have an incidence rate around 0.21 لكل 1,000 عيان person years.
كومبيرد بس ال 0.02 بالنسبه للكنترول. ولقوا ايضا ان العيانين اللي عندهم نفل دي هاف 8.6 فولد هاير، يعني 8.5 ضعف انسيدنس ان هم يجوا لهم هيبات سيريال كارسينوما مور ذان ذا كنترول جروب. At the end, الميتابوليك اسوشيتد فاتي ليفر ديزيز او المافلد از ا تيرم ده از ا نيو كونسبت اتقدم في 2020 واليوتيليتي بتاعته هاز نوت بين تيستد اور فاليديتد انتل ذس تايم. ذاتس واي وي هاف ا لاك اباوت داتا اوف ذا بريفالنس ان ذا نيو تيرم. Also, the global prevalence of the NAFLD was estimated to be 25.2% for all the general population all over the world, with the highest prevalence in the Middle East and the South America. NAFLD has a high risk of hepatocellular carcinoma besides its correlation with the type 2 diabetes, ischemic heart disease, cardiovascular strokes, and other diseases. Unfortunately, it's difficult to realize the precise prevalence of NAFLD in the Middle East in our countries and also in the Africa, and this could be attributed to limited research works, a lack of population-based database, or حتى methodology-based diagnostic differences, whether it's an ultrasound-based or it's a liver biopsy-based. Also, the ethnicity and the economic status between the different countries play an obstacle role to figure out the prevalence inside the Middle East and Africa. Thank you so much. الدكتور شريف مشكور، شكر الاورجنايزنج كوميتي لينا كلنا عشان تو بي تو ذا بوينت. في ملحوظه غريبه جدا، البريفالنس بتاع هذا الديزيز بيعتمد على البريفالنس اوف اوبيزيتي اند دايابيتس. البريزيدنشال كامبين اللي اشتغلت على 100 مليون صحه طلعت الاوبيزيتي وطلعت الديابيتس، بس مش قادرين يتقبلوا مننا ان احنا نعمل البريفالنس بناء على هذا الكلام اللي اتعمل في السعوديه. اور سكند ستوري، في اي سؤال للدكتور شريف؟ اوكي. اور سكند ستوري از ذا نيو نومنكليتشر بروفيسور سوسن عبد المنعم. First of all, I would like to thank Professor Magdi Dehshan for giving me the chance to present my talk today about MAFLD, a new nomenclature. This is the timeline for nomenclature of MAFLD, starting in 1845 by Thomas Edison, who first described fatty liver. But in 1980, is the first one to describe NAFLD and NASH was Ludwig. He was first coined the name of NASH and NAFLD. And since 1980, a lot of suggestions have been raised up in many times, because we try to change the name from NAFLD and NASH and correlate it the name to the pathogenesis, the general condition of the patient. So until 2020, a consensus from a global international expert have been raised the title MAFLD, or a metabolic dysfunction associated fatty liver disease, to be the term instead of NAFLD. But what about the future of this nomenclature? Is it a MAFLD only all through the time? No. In the future, we have a correlation nomenclature about with MAFLD associated with according to the etiology, according to the sub phenotype, according to the patient. So it will be sub classification of MAFLD according to the diet, alcoholic or microbiota, or genetic and epigenetic factors, and also in a metabolic health. So in MAFLD can be confined with hepatic steatosis in adults, whether the overweight patient or a lean, or in a patient with a type 2 diabetes, if the patient have at least two of the following data. If a weight circumference is more than 102, and if the blood pressure is more than 130/85, if the plasma triglyceride is high more than 150, is the plasma high density lipoprotein less than 40,
if the patient is a pre-diabetic or a patient has insulin resistance or a patient with C-reactive protein is very high. There is a slide here. Why we are need to have changes NAFLD to MAFLD? Because we have more awareness to the patient and more awareness to the whole population about the new nomenclatures and the new disease with associated with the metabolic risk factors. And also we have a fundraising to more researches of the according to this disease. What is the difference between NAFLD and MAFLD? It will be a non-alcoholic fatty liver disease. It's usually hepatic steatosis with no history of alcohol consumption and no other hepatic lesions associated with viral autoimmune or hemochromatosis or metabolic risk factors. But MAFLD, as we have said before, it is a metabolic associated fatty liver disease with hepatic steatosis, with an overweight or type 2 diabetes, metabolic dysregulation, and the previously mentioned category. This change MAFLD into MAFLD. This is the previous one. What is about the multifactorial associated with MAFLD? We have a microbiota, genetic and epigenetic factor, and metabolic health problems as regard to the age, sex, and body weight. All these multifactorial comes with MAFLD, but we have a different disease subtypes. This is a very, very problematic category because we had different disease subtypes, and we have a variable natural history, inter-individual variation, and also variation in the response to treatment. So it will be subclassification later on. What about the genetic factors and environmental factors and gut microbiota and sarcopenia? All these metabolic syndromes in a presence of a high blood pressure, this metabolic will comes in a hyperglycemic patient with an obesity and dyslipidemia, leading in a genetic predisposition, leading to a fatty liver, a simple fatty liver, and by steatohepatitis and liver fibrosis with insulin resistance and low grade inflammation, oxidative stress. All these factors will end in MAFLD disease. This is the nomenclatures of Wells syndrome, comes with a multifactorial disease. Okay, thank you. شكرا دكتورة سوسن. في أي أسئلة للدكتورة سوسن أو أي أسئلة في الاثنين اللي فاتوا؟ تمام. Now Professor Mahmoud Hamida will present the muffled pathogenesis. والحقيقة دي أصعب presentation جت نصيب. أسأل طال عمر حظك أنا حلو ما تلاش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. بحب أشكر الأستاذ الدكتور مجدي الدهشان رئيس قسم البطنة، دعاني أن أكون موجود مع زمايلي الأساتذة الأفاضل كلهم، مش عايز كلهم أفاضل. وزي ما قال الدكتور عبد الخالي بيدي أصعب، أنا شايف أن الأستاذة الدكتورة سوسن سهلت المحاضرة بتاعتي. زي ما احنا عارفين حضراتكم ان المافلت او النافلت اذ كومبليكس ديزيز اند مالتي فاكتوريال ديزيز اند سيل الباثوجينيسيس از اندر انفستيجيشن. الباثوجينيس مالتي فاكتوريال اند المافلت او النافلت ات از اتروجينس جروب اوف ليفر ديزيز ستارتد فيرستلي باي steatosis accumulation of fat in the liver and then followed by NASH and maybe ending by cirrhosis and maybe ending by hepatocellular carcinoma. النقطة اللي أنا عايز أقولها إن الاستياتوزيس or NASH is a dynamic state. بمعنى إيه؟ It is not a fixed. بمعنى إيه؟ بمعنى dynamic يعني لو إحنا تدخلنا interference في حالات الناش أو حالات الاستياتوزيس اتدخلنا ب lifestyle ممكن الحاجات دي تبقى ريفيرست. طبعا زمين باثوجينيسيس از اوبيسيتي اند الانسولين ريزيستنس، لكن انا عايز اقول لحضراتكم هل كل الاوبيز بيجي لهم فاتي ليفر او مافلت؟
وهل اللين اللي هم الرفيعين اللين ما يقولهمش مفلت؟ بالعكس طبعا الماجوريتي اوف اوبيز بيشنت او اوبيز بيجي لهم مفلت، ولكن بعض من الناس اللي هم الاوبيز ما بيجيلهمش مفلت. الدبين دبون ايه؟ الدبين ده على الاتي، الدبين ده على الجينيتك سبسبتيبيليتي، الدبين ده على الفات ديستريبيوشن، سواء كان ميلي اذا كان سبكوتينيوس فات او سواء كان الفيسرال اثروجينيك فات. الدبين ده اونلي على الفانكشنال بتاع الاديبوز تيشو. باختصار عشان ما ضيعش وقت، المحاضره كبيره ومحاضره طويله وفيها كلام كتير وفي مالتي فاكتوريال وفي سيريز كتير، ولكن الويل استابليشد ثيوريز ان ذا باثوجينيسيس اوف مافلت اذ تو هيت ثيوري اند المالتيبل هيت ثيوري. ايه هي الفيرست او الهيت فيرست هيت ثيوري او تو ستيت ثيوري؟ اول واحده الفيرست هيت ثيوري بتبدا بالاوبيزيتي او الكوميليشن اوف فات ان ذا ليفر، ده تريجر دي بسموها تعمل انسول ريزيستنس ودي بسموها الفيرست هيت. بعد كده الانسول ريزيستنس بتعمل تريجرنج انفلاماتوري كاسكيد اند فايبروسيس اندنج اون نافلين، دي اللي بسموها سكند هيت. ولكن في المالتيبل هيت بتقول ان بيكون بكونكشن ما بين انفايرومنتال فاكتورز اند الجينيتك اكسبريشن بيزود الاوبيزيتي لما الاوبيزيتي بيزود الانسول ريزيستنس. لكن انا عايز اقول لحضراتكم ان الزمين باثوجينيك ميكانيزم في الباثوجينيسيس از الانسول ريزيستنس. طب ايه هي اللي بتعمله الانسول ريزيستنس عشان بتاخد الاوبيز او البيشنت ده بتدخله في ناش او بتدخله في مبلغ؟ بيزود اللايبوليسيس. لما بيزود اللايبوليسيس بيزود الانفلانكس بتاع الفري فاتي اسيد بيتزيد في جوه الليفر، فلما بيزود الفري فاتي اسيد يحصل كميه الهيباتيك لايبوجينيسيس از انكريز. الليبيد نفسه توكسيك تو ذا ليفر، يحصل لايبو توكسيسيتي، فلما بيزيد اللايبو توكسيسيتي دي بيحصل ستريس على الانتوبلازميك ريتيكولوم وبتعمل ميتوكوندريال ديسفانكشنز، وبعد ما تعمل ميتوكوندر دي ديسفانكشنز في النهايه تريجرنج في الانفلاماتوري كاسكيد. مش بس كده، كمان بيحصل اكتيفيشن اوف ذا انيت اميونيتي. اما يحصل اكتيفيشن اوف ذا انيت اميونيتي الاديبوكاين والسيتوكاين تبدا انكريز سبيشال الانترلوكين 1 اند الانترلوكين 6 اند تيومر نكروسيس فاكتور الفا. التيومر نكروسيس فاكتور الفا والانترلوكين 6 ده بروفرماتري بيزودوا الانفلاميشن. ومش بس كده كمان، ده هما بيقللوا الادبينكتين اللي هو الانتي انفلاماتوري فاكتور. كل ده كله بيحصل حضرتك في زي ما قلت حضراتكم في الجينيتك بروتوسبيشن. اذر فاكتورز وقالتنا استاذتنا الدكتوره ساوسون على الجات مايكرو بايوتا. ومش بس كده، في كمان جات ليفر اكسس مع البنكرياس وبيحصل هايبر جلوكانيميا وانكريز الجلوكاكور ريسيستنت لها دور في المفلت. برضو what about الفارنسويد اكسرسيبتور؟ في بعض الادويه نزلت جديد زي ما انتم عارفينها حضراتكم زي الاوبتوكوليك اسيد واللي هو الناشيليف، ويمكن استاذتنا الفاضله هنسيبها لها الكلام هتتكلم عليها بالتفصيل. ولكن في دور للفارنسويد ريسبتور اللي بسموها فارنسويد اكسرسيبتور البايل اسيد ريسبتور، لها دور في الهيباتيك في السينسيس بتاع البايل اسيد والهيباتيك ليبيد ميتابوليزم ان ذا ليفر. الفارنسيوت ريسبتور ميلي اكسبريست في الانتستين اند الهيباتوسايت. لو اكتيفيتد في الهيباتيك فارنسيوت ريسبتور ديكريز البايل اس سينسيت وتقلل اللايبوجينيسيس وتقلل جلوكونوجينيسيس اند تزود الانسنسيتيفيتي. في الانتستين لو حصل فارنسيوت اكس ريسبتور اكتيفيشن بتقلل البايل اسيد سينسيس والهيباتيك جلايكوج ستورج اند تزود الفاتي اسيد اوكسيديشن. خلص 1 مينيت، خلص يا باشا فاضل 1 سلايد. البيبار جاما طبعا ومش هتكلم فيه عشان الاستاذنا الفاضل انتوا عارفينه طبعا، وريليتد تو المفلت الماش لها دور في انها بتحسن الانسول سنسيتيفيتي. ماي هوم مسج اند ماي كونكلوجن النافلت از ا كومبلكس ديزيز with pathogenesis and progression determined by combination of genetic and environmental factor. Several genetic factor identified as a disease modifier. Principal drivers for NAFLET pathogenesis are metabolic stress due to calorie excess
with consequent development of obesity and insulin resistance, these trigger a variety of hepatotoxic insulin, oxidative stress, mitochondrial dysfunction, lipotoxicity that lead to hepatocellular injury, inflammatory activation, and ultimately fibrogenesis. Thank you. شكرا جزيلا دكتور محمود حميد. اي سؤال للدكتور محمود؟ Thank قدامنا ان الباثوجينيسيس از ا ترايادك ليجن ان ذا باثوجينيسيس. ثلاث حاجات، نمره واحد الليبيد ستريس هيباتوسايت اللي هتتحول نتيجه الانفلاماتوري رياكشنز الى اللايبو ابوبتوتيك هيباتوسايتس، يبقى دي الحته الاولانيه الهيباتوسايت انجري. الأهمية الكبرى للإنفلاماتوري سيل أو أمينولوجيك رياكشن، الكابفر سيل من الأديبوس تيشو أند ليفر، المونو سايتس ريكريتد فروم ذا بون، هذه السيلز ومعاهم نيوتروفيل وبلازما سيل، دولت اللي بيودولي إنفلاميشن وسايتوكاينز اللي هتتسبب في المرحلة الأولى. هنا الدور بتاع الماكروفاجز ميديتد انفلاميشن بيلعب فيها الجات فلورا زي ما قال الدكتور محمود. ناو ذس هيباتوسايت انجري اند ذا ماكروفاج ميديتد انفلاميشن هتودينا على الثيرد ايشو، ذا هيباتيك ستيليت سيل اكتيفيشن اند فايبروزز اند سيروزز. سو وي هاف ا ترايادك ليجن افكت. الموضوع الصعب جدا الثاني الدياجنوزز. بروفيسور منى حجازي. ميرسي على الدعوه الكريمه وميرسي على الاورجنايزيشن الرائع. دكتور مجدي دهشان بيه واسم الازهر امراض البطنه في الازهر، يعني قمه النجاح ان يبقى الساعه 8 وربع ولسه الحضور كده، فربنا يبارك في حضراته ودايما منطلقين. انا هتكلم ان شورت على الدياجنوزز تو ذا بوينت كده اوف نون الكحوليك فاتي ليفر ديزيز. First, I have no conflicts of interest to disclose. زي ما قال دكتور عبد الخالق بيه إلى أن الإيزل 17-18 سبتمبر تقول لنا إيه ديبيت، هنبقى نافلد ولا هنمافلد اللي من 2002 بنحارب عليه ولا لأ، ستيل هو نافلد والمحاضرات تبقى نافلد إلى أن يظهر لنا الوجه الآخر. الفكرة في الدياجنوزز فيها مشكلة قوية جدا. أنا عايز أوري حضراتكم دي مثلا بتطلع الارتكلز تقول إيه الميل ولا فيميل والنسب قد إيه والأكيرت دياجنوز إيه. من غير ليفر بيوبسي مفيش حاجة أكيرت 100%. تلاقوا مثلا حضراتكم كده لو هنستخدم الالترا ساوند بس تطلع نسبة 42%، استخدموا الترا ساوند واس جي بي تي تنزل النسبة الى 26%، استخدموا الترا ساوند اس جي بي تي فايبرو سكان تنزل النسبة ل 7.7%. هو كل الكلام دلوقتي ايه بقى عشان ندياجنوز؟ مش عايزين ناخد بايوبسي، فايه البديل؟ بس الى ان يظهر البديل بي بريدكتيف فاليو عالية احنا لازم نشتغل بالافيلابل. طيب البريتش سايت اوف جاسترو انترولوجي 2020 لخصت القصه وقالت لنا الاتي: لما هشوف عيان نون الكحوليك فاتي ليفر ديزيز او لما هشوف عيان بالسونار سسبكتنج انه فاتي ليفر، في حاجات هعملها انيشال انفستيجيشن اند هيستوري تيكينج وفي حاجات مور اكستنسيف. الانيشال هسال على الكحول انتيك، البيرسونال هيستوري، اخد انثروبومتريك ميجرمنتس، اشوف البي ام اي ايه عشان الاوبيستي، الهيستوري اوف بياخد استياتوزز induced drug ولا لا، liver enzymes وضعها ايه، fasting blood sugar الهومة والconsensuous حط 2.5 للهومة علشان تو identify الoral glucose tolerance بدأ يدخل بقوة مش بس الهومة كمان، complete blood count عشان البليتلتس هحسب فيها الفاب 4، serum total lipid profile وطبعا الالتراساوند. more advanced بقى مش لاقية في الحاجات دي حاجة تسبب الفاتي ليفر اللي انا شايفاه، اجو for ferritin for Wilson for thyroid disease، انا عايز اعرف ايه السبب. والجوريزم لطيفة جدا
الالجوريزم دي بتقول ايه؟ بتقول انا لما هسسبكت بايزر دايابيتك او اوبيز عيان عنده فاتي ليفر بالسونار ولقيت بلس اور ماينس الليفر انزيمز عاليه، هجو فور حاجه فيري سمبل، يا اما في ابلكيشن على الموبايل حيك بتاسس بي الفاب 4 بتدخل الايج بتاع البيشنت اي اس تي اي ال تي اند بليتلت كاونت، يا اما تعمل له فايبروسكان. طبعا الام ار اي سبكتروسكوبي رائعه ولكن فيري اكسبنسيف وما تنفعش فور وايد سكريننج. لما هعمل الفاب 4 ده عندنا ارقام لي واضحه والبريدكتيف فاليو بتاعته عاليه، يا اما اقل من 1.3 فالشخص ده لو ريسك كل سنتين يعمل فولو اب، يا طالع ما بين 1.3 الى 3.25 الشخص ده تعالى بقى هشوف الريسكس اللي حواليه ايه واشوف الفايبروسكان طالع عامل ازاي، البي ام اي قد ايه، الهوما بتاعته الانسولين ريزيستنس التوتال ليبيد بروفايل قد ايه، ويا اما كمل بالحاجات دي فيري لو فمكمل فيري لو ريسك كل سنتين اشوفه، يا اما اي ويل كونسيدر ات فور ليفر بايوبسي. ولو الفاب 4 اللي هو الموبايل ابلكيشن اللطيف ده طلع اكتر من 3.25 ده اوتوماتيك يدخل في الليفر بايوبسي. اللي هيستخدموا الابلكيشن ده هيلاقوه اونلاين مكتوب من 0 ل 2 ومن 2 ل 4 واكتر من 4، انما هي دي الارقام الستاندرد، بس هو بيطلع ارقام مخغربه لهذا. طيب بما ان هرجع للاخر الليفر بايوبسي، طب ما الليفر بايوبسي بقى المشكله الاساسيه في الليفر بايوبسي جاي عيان اوفر ويت عنده ليفر انزيمز نورمال وهتقول له لا هاخد لك ليفر بايوبسي، قصه قاسيه جدا بكومبليكيشن وارد تحصل. من هنا بدات عايزين يعملوا ترايلز اوف دراج، فطلعت حاجه اسمها الفاست سكور. ايه الفاست سكور ده؟ اكومبينيشن بين الكاب الاستياتوزيس ليفل بالجهاز بالكيلو باسكال الفايبروسكان مع الاي اس تي، يدخل في معادله موجوده اونلاين ويطلع من المعادله دي ارقام. الارقام دي فاريبل جدا، الارقام دي لو انا عندي فات كتير وفايبروزس قليل يطلع رقم لطيف كده، اهم حاجه يبقى الرقم ده اقل من 0.35 يبقى انا سيكيورد. لو انا عندي فايبروزس كتير والفات قليل يطلع الرقم ده اعلى من 0.35. طب ايه؟ فقالوا طب جميل سوري 0.35 هي الفيصل، تحت 0.35 بالفاست سكور اللي لطيف نيجاتيف بوست بريدكتيف فاليو عاليه، ده معناه الشخص ده سيكيورد مأمن نفسه لسه عنده سمبل استياتوزيس. 4.67 الشخص ده داخل غالبا في فايبروزيس عنيف. يتبقى بقت لهم المشكله نفسها اللي مغلبانا طول عمرنا، طب واللي في الجري زون المسافه دي؟ قال لك هم دول اللي مش عارفين لهم حاجه، فبقت لسه الليفر بايوبسي عامله لنا مشكله ولسه الليفر بايوبسي از ذا بيست الى ان حد يكونكلود القصه كلها ويخلصها لنا. السكريننج، مشكله السكريننج في الهيباتوسيليك كارسينوما هو ما هوش روتين، بس في مشكله عنيفه جدا الفايبرولاميلر تايب اوف هيباتوسيليك كارسينوما بيطلع اون نون سيراتيك ليفر سبيشلي ذا بي اند ذا نيفل اند ات از ا ليسل تايب اوف هيباتوسيليك كارسينوما. ولكن حتى الان ما عندناش تو سكرين، احنا مش قادرين اساسا نسكرين فور نافل، ده هنسكرين فور هيباتوسيليلر كارسينوما. طيب الكونكلوجن بتاع البريتش سايت اوف جاسترو انترولوجي وبتاع البوينتس اللي انا واخداها في الدايجنوست تو ذا بوينت كده، نعمل ايه؟ قصه ليها كلام كتير لسه وليها بروسبكتيفز كتيره ومحتاجه النظر لبعيد، ولكن هي قالت نافلد اند ناش ار فيري فريكوينت ليفر ديزيز ويتش انكريزنج بريفالنس دايجنوزز بيست اون بيشنتس هيستوري، اهم حاجه كلينيكال اكزامينيشن بريزنس اوف فاتي ليفر استياتوزيس بالميثود اللي حضرتك هتحبها التراساوند بس بانزايم، هتدخل تعمل الفاب 4، هتقدر تعمل الفاست سكور ليفر بايوكيمستري اور سيلكتد بيشنتس وذ ليفر بايوبسي، امتى هدخل؟ طبعا اتفقنا امتى ندخل فور ليفر بايوبسي. وقالت حتى الان ما نقدرش ندي ريكومنديشن فور سيرفيلانس الا للناس اللي عندهم ناش سيروزس، خلاص بقى سيراتك هو ده اللي لازم تعمل له سيرفيلانس، مش قادره تدي ريكومنديشن اوف سيرفيلانس باقل من كده رغم ان في انسيدنس عليها. الدنيا لسه ماشيه بسرعه هوبينج ان الفيوتشر شايل حاجات كتيره في النافلد ونبقى اون ذا تراك زي ما بيقولوا. اند ثانك يو. في اي اسئله للدكتوره منى؟ البناليست عندهم اي اسئله او اي حاجه عايزين يقولوها؟ اوكي، انا بس عايز اطمنكم شويه على حدوته الليفر بايوبسي. الحقيقه دي موقفه حال الدياجنوزز والتفكير في الديزيز. سنه 20 اتقال حاجه لطيفه قوي، عملوا مقارنه ما بين البايوبسي وما بين الفايبروسكان كاب، النتيجة جميلة جدا والعلاقة لطيفة قوي
وبالتالي اشتغلوا على النون انفيزيف مانوفرز اللي بنحسب بيها في الاول. وبعدين عندك الفايبروسكان ويز كاب هيديك فكرة عن الحدوتة بتاعت الاستياتوزز قد ايه وبتاعت الفايبروزز قد ايه. اور نيكست ايشو الحقيقة الدكتورة ايناس ما حطتش تعريف ليها، فانا لازم اقول لان هي الوحيدة الديابيتولوجيست فينا، وبالتالي كتر الف خيرها انها هتشاركنا. الدكتورة ايناس رئيسة الجمعية العربية لدراسة امراض السكر والميتابوليزم. بروفيسور ايناس. الدكتورة ايناس هتقول الكلينيكال امباكت، وده يعني برضو من الحاجات الصعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ضيفة على حضراتكم النهاردة، وهتكلم على الكلينيكال ريليشن شيب بتوين ناش اند هنقول comorbidities or complications. هنبتدي comorbidities and complications from the type of patient اللي بيجيله NASH. Obese patient with abdominal obesity, increased waist circumference, maybe having genetic factors or genetic predisposition, and environmental factors, mainly sedentary life and increased caloric intake diet or high calorie diet. A patient that is usually having insulin resistance with hyperinsulinemia. بنلاقي ان NASH ممكن يحصل preceding hyperinsulinemia and insulin resistance or after the presence of hyperinsulinemia and insulin resistance. There is bi-directional relationship between NASH and diabetes. يعني diabetes may precede NASH. وهنلاقي ان الناش is about 70% in type 2 diabetic patients, or the reverse, ان الناش يكون موجود and it increase the incidence of diabetes 2 or more folds. الpatients زي ما قلنا ده الpatient profile. بعد كده المهم في السلايد دي ان الpatients دول عندهم increased cytokines, tumor necrosis factor, transforming growth factor beta, insulin, sorry, interleukin 6. كل المشاكل دي هتلاقيها related بالcomorbidities and complications اللي هنتكلم عليها بعد كده. في fibrosis وفي cirrhosis وفي increased incidence of hepatocellular carcinoma. دي برضو بتبين ان زي ما في overweight to obesity في الناش as a pathogenetic factor، في كمان في lean muffled. يعني مش لازم البيشنتس كلهم يبقى عندهم obesity and insulin resistance and hyperinsulinemia، ولكن في جزء منهم lean with normal glucose homeostasis. ممكن يكون في زي ما قلنا sedentary life or high calorie diet. البيشنتس دول either هنلاقيهم عندهم insulin resistance طبعا لو كانوا obese او عندهم abdominal obesity. Insulin resistance هنلاقي بعد كده patients دول ابتدى clinical impact يبان على شكل type 2 diabetes زي ما قلنا، cardiovascular disease وهنعرف ليه، و chronic kidney disease و cancers. هنلاقي ان the cause of mortality or primary cause of mortality in NASH patients is not related to the liver but it is related to cardiovascular disease. هيبقى هو the main cause of death in NASH patients. Next to the cardiovascular disease as a cause of mortality هنلاقي cancers. Cancers may be hepatic cancers, hepatocellular carcinoma or extra hepatic cancers زي gastrointestinal disease cancers، عندنا stomach cancer, colonic cancer, pancreatic cancer and esophageal cancer. وفي two other types of cancers mainly in male بيبقى في renal cell carcinoma and in females breast carcinoma. السلايد دي على العلاقة بين الانسولين ريزيستنس والhigh blood pressure. وجد ان في insulin resistance and hyperinsulinemia and obesity and dyslipidemia in about 80% of NASH patients. 50% of the NASH patients بيبقى عندهم hypertension. 33% are diabetic and 2/3 of them are having insulin resistance
and hyperinsulinemia. طبعا في abnormal cholesterol level بيبقى في hypertriglyceridemia وال HDL is reduced وال LGL is small and dense LGL cholesterol. هنا في الباثوجينيسيس بنقول ان البيشنتس اللي عندهم diabetes with NASH, the NASH is worsened. هنبص نلاقي ان البيشنت بيمشي بسرعة من النورمال ليفر للفاتي ليفر للناش للسيروزيس more aggressively in the patients with diabetes. وبعد السيروزيس كمان بنلاقي an increased incidence of hepatocellular carcinoma and more aggressive hepatocellular carcinoma. العكس أيضا صحيح ان the presence of NASH in diabetic patient worsen the diabetes condition. هنا السلايد دي بتبين لي البروجريشن from healthy liver to simple steatosis to NASH to fibrosis or cirrhosis to hepatocellular carcinoma. ومن ضمن أسباب الhepatocellular carcinoma is inactivation of tumor suppressor gene and loss of cell cycle control and increase epithelial growth. دي أحد أو ثلاث أسباب بتعمل لي الهيباتوسيلولار كارسينوما in these patients. وزي ما احنا شايفين هنا again البروجريشن والفايبروزيس والسيروزيس بيعمل لي الهيباتوسيلولار كارسينوما. وما ننساش ان في other types of cancers قلناها وان دول بيبقوا second cause of death in cases of NASH. أما ال first cause of death in cases of NASH بيبقى ال cardiac complications. في مجموعة كبيرة من ال cardiac complications بتحصل في NASH patients. ويعني يمكن الأسباب بيبقى في dyslipidemia اللي ممكن تكون موجودة, ال micro and macrovascular complications in the presence of diabetes, وال atherosclerosis اللي واحد من ال clinical impacts of NASH. دول ال coronary heart disease, ال heart failure, atrial fibrillation, prolongation of QT interval, aortic valve sclerosis, mitral annulus calcification, cardiac dysfunction, cardiac hypertrophy, and heart failure. دول cardiovascular complications of NASH اللي هم the main cause of mortality. ولما نتكلم على the mechanism linking NAFLD أو MAFLD with cardiovascular and cardiac complications هنلاقي مجموعة من المشاكل, يمكن من أهمها الليبيد abnormality اللي ممكن تكون موجودة, ال small dense LGL, ال increased HDL, ال pro-inflammatory molecules, ال C-reactive protein, ال interleukin 6, ال tumor necrosis factor, وال other cytokines, ال vasoactive and thrombogenic molecules. كل دول بيعملوا طبعا سببهم, ويعني هي كلها vicious circle حقيقة. وده الكلام ان احنا نقطع ال vicious circle بين الناش وبين الديابيتس, ونقطع ال vicious circle بين الناش وبين ال other cardiovascular risk factors اللي ممكن يكونوا موجودين عند البيشنت عشان نقلل ال complication او ال clinical impact. وما ننساش ان كل ده في الاخر برضو بيعمل لي الفاتي كيدني and increased renal sinus fat with chronic kidney disease. شكرا لكم. اي اسئلة؟ الحقيقة انا عايز اقلل السواد اللي قلناه على non-alcoholic fatty liver disease لغاية دلوقتي. نمرة واحد, حالات النفض اللي احنا بنشخصها 90-95% only نفل استياتوزز فقط, 5-10% هم الاستياتو هيباتيتس اللي هيبروجريس. النقطة التانية الاكس الكلينيكال امباكت اللي قالته الدكتورة ايناس, حواديت الكارديوفاسكولار وحواديت الماليجنانسي فقط in advanced cases عندها فايبروزز F3 وF2 وF4, يعني عيان لسه في F1 مش هستنى منه كارديوفاسكولار. بنحاول بس ان احنا
نحسن الأمور شوية عشان ما نخضش العيانين. Now Professor أحمد علي جمعة, Management of Muffled or the present treatment اللي موجود, وبعد كده هيبقى فاضل لنا النيو تريتمنت. بروفيسور احمد. شكرا استاذ دكتور عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الكلام كله هيبقى على النيو تريتمنت. انا هتكلم على 95% اللي هم الحاجه اللي تبشر يعني ان الامور بسيطه, لكن النون الكوليك ساتوباتيتس او الناش هي اللي يبقى عليها الكلام. طبعا هو الايديالي الافكتيف ثيرابي should not only reduce steatosis and liver injury, ولكن كمان لابد ان تبقى امبروف الميتابوليك سيكولي اند كارديوفاسكولار ريسك لينكد تو مافلد. هنس لايف ستايل موديفيكيشن انكلودنج ديتري تشينج ويت لوس اند ستراكشرز اكسرسايز انترفينشن ريمين ذا فيرست لاين اند كورنر ستون ثيرابي فور ذيس كونديشن. الابازل ريكومنديشن فور لايف ستايل انترفينشن in Muffled 2020, a little lifestyle change toward the healthy diet and the physical activity are recommended for Muffled. The patient without steatohepatitis or fibrosis اللي هم بيصلوا 95% زي ما أستاذنا دكتور عبد الخالق قال should receive the counseling for a healthy diet and the physical activity and no pharmacotherapy for their liver disease. Both overweight obese and non-obese Muffled can benefit from weight loss in the former 7-10% weight loss is the target of most lifestyle interventions and the result in improvement of liver enzyme and histology. The overall aim of lifestyle intervention should be for gradual weight loss up to 1 kilogram per week with hypocaloric diet. الاوتكم among patient achieving weight loss يعني البيشنت لو حصل weight loss to 10% هيبقى يحصل regression للفيبروزيس, 7% resolution للناش, 5% improvement للانفلاميشن and ballooning, 3% improvement للستياتوزيس. So combined diet and exercise strategies are more effective in normalization of liver enzymes and improving histology, both aerobic and exercise, aerobic exercise and resistance training effectively reduced liver fat. The current treatment, there are no drugs approved for Muffled. The current drug treatment, vitamin E at dose of 800 international unit per day improve liver histology in non-diabetic adult with biopsy proven NASH and should be considered as first line treatment. Pioglitazone may be used to treat NASH. Drug that don't work, metformin, ursodeoxycholic acid, statin or liver support. دي دراسة استخدمت البيوغلوتازون and vitamin E in patient with NASH في بيشنت ما عندهمش ديابيتس ولا ليفر سيروزس, واللي اتقسموا لثلاثة جروبز, جروب خدت فيتامين اي وجروب خدت بايوجلوتازون وجروب بلاسيبو. هنتكلم دلوقتي على الريزلت بتاعتها. ودي دراسة تانية استخدمت البايوجلوتازون الناش بيشنت with either pre-diabetes or type 2 diabetes, وكان البرايمري اند بوينت تو ريديوس at least 2 point في النفلد activity scores with no worsening of fibrosis or resolution of NASH. وزي ما احنا شايفين حصل reduction في النفلد activity scores or resolution في حوالي 50% من البيشنت. وان كان في دراسة حديثة قالت ان combination of vitamin E and بايوجلوتازون كان نتائجه احسن, وصل للتارجت احسن من الفيتامين E لوحده او البايوجلوتازون لوحده. Use of insulin sensitizers to treat NAFLD. Metformin not recommended for treating NASH in adult. The metformin for treatment of diabetes, لكن can be used to treatment of diabetes أو NASH with diabetes. Improve serum aminotransferase and insulin resistance, but does not significantly improve the liver histology. Albiglutazone بيحسن liver histology in patient with and without type 2 diabetes, لكن risk and benefit should be discussed with each patient without biopsy. طبعا زي ما قلنا العيان مش محتاج يستخدم drugs.
الدراسة اتعملت على على مرضى عندهم ناش اند بريدجنج فايبروز اند سيروزس، وخدوا فيتامين اي، يعني كان ديمونستريتد ذات ان البيشنت اللي خدوا كان عندهم بيتر ترانسبلانت فري سيرفايفل اند لو ريت اوف هيباتيك دي كومبنسيشن بالمقارنه بالناس الكنترول جروب. الفيتامين اي بي كونسيدر تو تريد بيوبسي بروفن ناش النون دايبيتيك ادلت. الدوز 800 انترناشونال بير دي امبروف ليفر هيستولوجي بات نوت افكت على الفايبروزس، نوت ريكومندد تو تريد ناش ان دايبيتيس بيشن نافلد وذاوت ليفر بيوبسي ناش والسيروزس اور كريبتوجينيك سيروزس. ولكن لازم اشوف السيفتي والتولربيت للدراج الكرنت دراجز اللي هي موجوده. الفيتامين اي او البايوجلوتازون اللي قالوا في الاخر يوز اوف ذيز ايجنتس شود بي بيرسونلايزد فور سيلكتد بيشنت وذ هيستولوجيكالي كونفيرمد ناش افتر كيرفول كونسيدريشن اوف ريسك اند بنفيت ريشيو. هل في دور للبرياتريك سيرجري؟ برياتريك سيرجري ريديوس ليفر فات اند امبروف ذا هيستولوجيكال ليجن اوف مافلد انكلودنج فايبروزس ديو تو، ولكن ديو تو هاي ريسك اوف بوست اوبراتيف كومبليكيشن فروم برياتريك سيرجري ان بيشنت وذ سيروزس ذا ديسيجن شود بي انفيدوالايز. ثانك يو. اي اسئله؟ انا نسيت اقول لكم حاجه، احنا قلنا ان الوحيده الديابيتولوجيست في الساده الاساتذه هي الدكتوره ايناس، لكن الحقيقه في واحد بيشتغل ديابيتس نص ديابيتس ونص هيبتولوجي، مش هقول لكم اسمه، وبالتالي ده اللي لازم نعمله. يعني اذا كنت شاطر قوي في الهيباتولوجي حاول تقرب من الديابيتس والعكس. حسن الختام الحقيقه ولا نسميها احلى ما في القعده، يعني الدكتوره منى امين للهدف احنا لازم نشجعها عشان قعدت ستريسد طول ما السته الاولانيين اتكلموا. بروفيسور منى امين. شكرا جزيلا دكتور عبد الخالق على الدعوه الكريمه، والشكر موصول لدكتور مجدي الدهشان على الدعوه، هو واللجنه المنظمه، وخالص التمني بالنجاح للمؤتمر. هو طبعا ان انا اتكلم على الجزء ده في 7 دقائق it is very difficult task، لان حضرتك عارف ان drugs in the pipeline for NAFLD and NASH الحقيقة too many drugs. I will try to simplify the الامور، ايه الجاي جديد وايه اللي قرب وايه اللي بيبعد وايه اللي كان جايب نتائج كويسه في الاستدي فيس 2 ستدي وللاسف بقى ديس ابوينتنج فيس 3 ستدي. احنا اللي موجودين احنا بنحسن الديسليبيديميا، بنحسن الديابيتس، بنحسن اللايف ستايل، لكن ما عندناش لحد دلوقتي دراج ابروفد اف دي اي ابروفد فور ذا مانجمنت اوف ناش، وبالتالي هنعتمد في الفيوتشر على النتائج اللي هتطلع لنا من الستاديز اللي اندر جوينج. والاف دي اي احنا بندور علشان ندور اشخص العيان نون انفيزيفلي ان العيان ده نافل دي، لكن عشان اطلع دراج يشتغل على العيانين وابتدي استخدمه وايد سبريد ان ذيس بوبوليشن لازم احط هيستولوجيك اند بوينتس للتحسن في النافلد عشان ابروف هذا الدراجز. والحقيقه الاف دي اي حاطه تو هيستوباثولوجيك اند بوينتس، ناش ريزوليوشن يعني يبقى الناس سكور 0 ل1 من غير ورسنينج اوف فايبروزس، ده وان برايمري اند بوينت، والبرايمري اند بوينت الثاني هو الفايبروزس امبروفمنت without NASH aggravation. دي الحقيقة الدراجز اللي في البايبلاينز كلها بالديفرنت ميكانيزم اوف اكشنز، في منها اللي بيشتغل على الانسولين ريزيستنس والليبيد ميتابوليزم زي البيبار جاما، جليب 1 اجنست، الاس جي ال 2، دي دي 4 انهيبيتور، اي سي سي 1 اند اي سي سي 2، السكاد 1 اند اسبت دراجز، واللي بيشتغلوا على اللايبوتوكسيسيتي والاوكسيديتيف ستريس اجين البيبار، الفايبروبلاست جروس فاكتور 19 اند 21 وده هاجي لهم بالتفصيل، الفارسينويد ريسبتور اجنست، الاوبتيكوليك اسيد الكلام الفتره اللي فاتت عليه يعني ما يعتبرش ده دراج جديد، الانفلاميشن والاميون مودريتور السي في سي،
الابوبتوزس والنيكروزس الاسكوان انهيبيتور للاسف في فيس 3 كان ديس ابوينتنج والكابسز انهيبيتور امريكازان برضو الفيس 2 ترايلز بتاعتهم نوت ميت ذا برايمري اند بوينتس فور هيستولوجيك امبروفمنت وبالتالي داز نوت بروسيد تو فيس 3 والعلى اسروزس اي دول الحقيقه اللي في الفيس 3 ترايلز في منهم اثنين خرجوا لان داز نوت ميت البرايمري اند بوينتس الريزولف ترايل على الفايبرينور كان الامبروفمنت 15% فيرسس 19 وبالتالي نون سيجنيفيكانس ما ضافش حاجه على البلاسيبو والسيلنسورتيب في الستيلر 3 اند 4 ودول توقف الاستادي عليهم كمونوثيرابي يبقى السي في سي الاوبتيك كوليك اسيد هم لسه مكملين عشان اللونج تيرم افكت على السيروزس والاوتكم والبروجريشن لكن في الانتريم اناليسيس البايوبسي فايندينج وهنقول الايه اللي اتحسن فيهم بعد كده في وان اوف ذا بروميسنج دراجز والحقيقه مش لسه كنا بنقول ان المين كوز اوف ديث في العيانين دول قبل ما العيان يوصل للستيج اوف سيروزس از كارديوفاسكولار فلما يبقى عندي دواء يحسن لي النفل كمان يحسن لي الكارديوفاسكولار كوموربيديتي اللي في العيان يحسن الديسليبيديميا يحسن الجلايسيميك كنترول هيئات بنفيت مش بس بحسن النون الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز وهو الثايرويد ريسبتور بيتا اجونيست اللي مينلي هايلي سيلكتيف على الثايرويد ريسبتور ان هيباتوسايت اللي بي في بعض من الريسيرشر بي فيو النون الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز از هيباتيك hypothyroidism. دول الحقيقة الخمسة اللي احنا قلنا ان هم كانوا مبينين في phase 2 study الحقيقة benefit ومع ذلك هم phase 3 study ما وروش واتوقف عليه. نقدر نقسمهم بطريقة أخرى هذه النيو دراجز دراجز هتستخدم أورالي ودراجز هتستخدم باي إنجكشن الإنجكتبل دراجز أكتر ثلاثة هتكلم عنهم بالتفصيل لو سمح لي دكتور عبد الخالق الفايبروبلاست جروس فاكتور 19 and 21 والجليب 1 ريسبتور اجنست الاورال ايجنت فارسينويد ريسبتور ببار جاما الثايرويد هرمون ريسبتور بيتا اجنست ده فيري بروميسنج دراج سكاد 1 انهيبيتور الاي سي سي 1 اند 2 انهيبيتورز اند امونج اذرز ايه فايده الفايبروبلاست جروس فاكتور قصتهم ايه الاوبتيكوليك اسيد اللي بيشتغل على الفارسينويد ريسبتور اللي بيميديت الاكشن بتاعه هو الفايبروبلاست جروس فاكتور 19 بيشتغل مينلي على الفايبروبلاست جروس ريسبتور 4 اللي موجوده في الليفر اللي بتاكتيفيت السيتوكروم 71A وده الريت ليميتنج ستيب في البايل اسيد سينثيسيس وبالتالي ده بيقلل البردن بتاع البايل اسيدز وبالتالي بيقلل الانفلاميشن بيقلل اللي استياتوزس بيقلل الفايبروزس وايل الفايبروبلاست جروس فاكتور 21 الحقيقه بيشتغل على الريسبتور 1 and 2 and 3 لكن المين اكشن على ريسبتور 1 اللي موجود في الاديبوس تيشو وده بيقلل كتير الفري فاتي اسيد ليبريشن اللي رايح للليفر عشان يقلل الدينوفو لايبوجينيسيس يبقى هو بيشتغل بديوال ميكانيزم على الليفر واكسترا هيباتيك على الاديبوس تيشو الإفكاسي and safety of the fibroblast growth factor 19 اللي هو الألدا فيرمين الحقيقة كان في absolute reduction in the liver fat 7.7% compared للبلاسيبو 2.7% الاوتكم الاولاني اللي احنا قلنا الاف دي اي حاطه تو اوتكم مهمين لازم يبقوا موجودين فايبروزس امبروفمنت ويز نو ورسنينج اوف ناش كان 38% مع دراج فيرسس 18 اولزو نون سيجنيفيكانت الاوتكم الثاني الناش ريزوليوشن ويز نو ورسنينج فايبروزس 24 فيرسس 9 اولزو برضو نون سيجنيفيكانت لكن تجمعتهم الاثنين ان فايبروزس امبروفمنت والناش ريزوليوشن الحقيقه كان هايلي سيجنيفيكانت 22% versus 0 في البلاسيبو
الدواء الثاني اللي هو الفايبروبلاست جلوس فاكتور 21 الافروكسي فيرمين ان فيس 2 ترايل. الحقيقه كان الهيباتيك فات فراكشن الدروب الابسوليوت كاون هو تستخدم في 3 دوزز 28 50 70 الدروب في الفات كونتنت. وهي ايه اهميه الدروب في الفات كونتنت؟ يعني مش كل الادويه دي لما بتدخل في الاستادي بتكمل للاخر، بيتعمل لها عند ال 12 اسبوع يتشاف هي فقدت قد ايه من الفات في الليفر. لو كان بالبروتون دينستي فات فراكشن فقدت 30% من الفات بتكمل الاستادي، لان دي هيبقى معاها امبروفمنت في الهيستوباثولوجي قبل كده. اللي ما بتوصلش للتارجت ده ما بتكملش الليفر بايوبسي. فالحقيقه كان الدروب هنا 11 و13 و14% مع الدوز الكبيره للابسوليوت content of the fat والrelative fat loss. فأكتر من 80% من العيانين فقدوا أكتر من 50% relative reduction in the fat. التو اند بوينتس بقى بتوع الاف دي اي الفايبروزس ريجريشن اكتر من 1 ستيج من نو وورسنج فايبروزس مع الدوز ال 50 الحقيقه كانت 62%، والاوتكم الثاني كان 54% مع الدوز ال 50 ملي جرام. اللي كنا مستنيينه الجليب 1 ريسبتور اجونست السيماجلوتيد الحقيقه هو حسن الناش ريزوليوشن من غير ورسنينج فايبروزس، لكن ما حسنش الفايبروزس اللي هو الاوتكم الثاني. طب هل ليهم اكسترا بينيفيت؟ الحقيقه من الحاجات اللي كانت بتحسن الجلايسيميك كنترول والبودي ويت السيماجلوتيد، الافروكسيمين بيقلل ال LDL وبيقلل الترايجليسرايدز وبيحسن الجلايسيميك كنترول. الالدا بما انه بيشتغل بنفس الميكانيزم بتاع الفارسينويد ريسبتور فهو عيبه انه برضو بيعلي ال LDL زي ما الاوبتيكوليك اسيد بيعلي ال LDL، لكن اون ذا كونتراري ما بيعليش الترايجليسرايدز وما بيقللش ال HDL كوليسترول. وبالتالي الانجكتبل ليهم بينيفيشال افكت على الهيستوباثولوجي، على الميتابوليك بروفايل برضو في منهم الجي اي توليرابيلتي هي اللي كونسيرن، وبالتالي نقدر نستخدمهم كشورت تيرم اندكشن ونكمل بعد كده من الاورال. الفارسينويد ريسبتور الاوبتيكوليك اسيد كلنا طبعا سمعنا عنه قبل كده، بيحسن البايل اسيد سينثيسيس، بيقلل اللايبوجينيسيس، بيحسن الفات اوكسيديشن، بيقلل الجلوكوجينيسيس. ان فيس 3 ستادي بيحسن الفايبروزس لكن ما بيعملش ريزوليوشن اوف ناش. التروبوفيكسور لسه نون سيجنيفيكانت في الاثنين، ودي بقيه الفارسينويد ريسبتور اجونست. البروميسنج واللي اعتقد هيبقى ليه نتائج هايله هو الثايرويد هرمون ريسبتور بيتا اجونست، لان بيحسن الفايبروزس، بيحسن الاستياتوزس، وكمان بيحسن الليبيد بروفايل بتاع العيان، بيقلل ال LDL والترايجليسرايدز، فبالتالي على المدى البعيد هيحسن الكارديوفاسكولار اوتكم بتاع العيانين دول. ودول الجليب 1 ريسبتور الاستاديز المختلفه والاس جي ال 2 انهيبيتورز كمان عليهم بعض الاستاديز. وبالتالي الاورال يمكن يبقى ليهم دور في المينتنس بعد ما اعمل اندكشن في الاول. ديفرنت كومبينيشنز هتبقى موجوده في السوق لعلاج بعد اللايف ستايل وبعد تظبيط الريسك فاكتورز اللي عند العيان من دايابيتس من بودي ويت زياده، هيبقى في ديفرنت كومبينيشن تارجت على الليفر انها تحسن الاستياتوزس اند نون الكوليك فاتي ليفر ديزيز. اند ثانك يو فيري ماتش. اي اسئله للدكتوره منى؟ الحقيقه التسميه الجديده بتاعه النافلد لمافلد عملت لنا حاجه كويسه قوي بالنسبه للدراجز في الديفرنت فيسز، لغت الاستياتوزس واعتبرت ان الحدوته في الفايبروزس. والحقيقه الدليل على كده ان احنا بنلاقي حاجات عندها الناس اكتيفيتي عاليه جدا والفايبروزز اف 1 او اف 0 اف 1، والعكس لقينا حالات اف 3 والاستياتوزز او الاستياتو هيباتايتس ما هواش موجود، وبالتالي دي هتبقى نقطه مهمه. دكتوره منى بسال حضرتك عن الكومباينيشن ثيرابي. انا لاحظت حضرتك ان انت اتكلمتي عن الدراجز الجديده
اللي عملت اللي بيتعمل منها دلوقتي كومباينيشن ثيرابي. طب يا ترى الدراجز القديمه البايوجليتازون والفيتامين اي هنقدر نعتبرهم كان بي كومبايند مع الدراجز الجديده؟ ايوه مش كده وبس، ده الدراجز القديمه البايوجليتازون لما عملوا مقارنه ما بينه وما بين الادويه الجديده لقيوه قريب منهم. لكن طبعا عندنا الادويه القديمه رخيصه والادويه الجديده غاليه، فواخده بروموشن، فالموضوع ده لسه ما حدش يتكلم فيه، لكن عايزين نلاحظه. الحقيقه قضية الكومباينيشن ثيرابي تهد القصة بتاعت مثلا الأوبيتوكوليك أسيد بيدي 18%، هل أنا ال 18% دولت حد تاني من الأدوية الجديدة أو القديمة قدر يعملها في reducing the fibrosis؟ طبعا 18%. الدكتور محمد شرف الصبح زعقلي، أنت بتتكلم عن دواء 18%، لكن if I combine this drug مع حاجة زي البايوجليتازون أنا هجيب نتيجة أعلى. أي سؤال؟ أي خناقة؟ اتفضل يا فندم. ثانية واحدة من فضلك الميكروفون. ثانية واحدة. مش حضرتك على الاكسبيرت ديسكشن جميل في النف. بالنسبه لحضرتك بالنسبه للسكريننج اوف اتش سي سي، حضرتك اثرت نقطه ان احنا بنعمل سكرين اونلي لو في فايبروزيس. لكن في حالات دلوقتي ظهرت اتش سي وزود فايبروزيس. انا مع حضرتك والكلام ده انا مع حضرتك يعني طبعا الاتش سي سي اون توب اوف نون سيراتيك ليفر مشهوره في البي ومشهوره في النافلد، ولكن ما فيش انترناشونال ريكومنديشن فور سكرينينج فور نافلد فور هيباتوسيل كارسينوما اكسبت اللي طلعته الاوروبيان جاسترينترولوجي ريكومنديشن 2020 ان لما يبقى لسه لما يبقى سيراتيك. انا اامل ان كان تطلع ريكومنديشن اقل من كده، لكن الريكومنديشن انترناشونال لما يبقى سيراتيك. انما انا معاك ان this is the second most common cause of hepatocellular carcinoma on non-cirrhotic liver is the NASH. طبعا زود الفايبروز طبعا واجريسيف جدا بتبقى. احنا مش مهم في ريكومنديشن نحمل سكريننج بعد كده ما دام احنا شخصنا استياد هيباتايتس مثلا. نامل ان احنا يطلع لنا، احنا دايما عندنا امل ان ليه ما بيطلعش ايجيبشن ريكومنديشن، ليه ما يطلعناش جايد لاينز؟ بس احنا حتى الان بنتابع دي انترناشونال كونسنسوس جايد لاينز حتى الان. دكتور خالي حضرتك ليا سؤال بس، وبالنسبه للفري فاتي اسيد راديكال فاتي اسيد هي الافيكشن بتاعها برضو البيهافير بتشينج، هي ليه افكت الليفر اونلي؟ ليه مثلا اثر ما تبقاش فيه اثر سكروتيك؟ يعني حضرتك اثرت نقطه ان الافكشن بتاع الكاردياك افكشن ما يحصلش الا مثلا اف 404، ما انا شايف ان ممكن البيهافير غير كده خالص، ان هو التشينج يبقى اتند مثلا الكارديوفاسكر اور ذا ليفر، يعني هي ما هي اوريدي سيستميك ديزيز موجوده في البلاد، ليه التنشن مثلا ليفر بيفور هارت اور هارت اور ليفر؟ وات از يعني بتيجي حضرتك في الليفر وبتيجي في البنكرياس وبتيجي في الكدني، يعني هذه الفاتي وي هاف فاتي بنكرياس. فين الرئيسه بتاع الفاتي بنكرياس؟ قامت للاسف. فزي ما بقول لحضرتك كمان بيحصل ديبوزيشن اوف فاتي اسيدز اند ليبيدز في الهارت، وده من ضمن الاسباب بتاع الاوكرنس اوف ذا كارديوفاسكولار ديزيزز. هنقول ميتابوليك سيستميك ديزيز افكشن. يس ما احنا اتفقنا الكلينيكال امباكت، احنا اتفقنا الكلينيكال امباكت كارديوفاسكولار وماليجنانسي، دول اشهر حاجتين، واتفقنا ان الكوز اوف ذس ان كيسز اوف نافلد نمبر 1 ذا كارديوفاسكولار ديزيزز، نمبر 2 ذا ماليجنانسي، وفي الاخر يجي الليفر ديزيز لما يدي كومبنسيت. طيب هو السؤال الثاني برضو. اخر سؤال هو الدراجز برضو انا شايف ان الريزلت بتاعتها الى حد ما ضعيفه لحد ما دلوقتي. يس. هل ليه احنا ما نبقاش ستريس على اللايف ستايل والبيهافير في الفود اللي هي مش صحيه خالص والحاجات اللي موجوده اللي هي فعلا لها لود كبير جدا على الفات اللي فات؟ اتفضلي يا فندم. از ويت لوس اند لايف ستايل، الدراجز دي ما فيش فيها ايفيدنس لسه لغايه دلوقتي، انما حتى الان ذا فاتي ليفر از ايكوال جراديوال ويت لوس اند لايف ستايل موديفيكيشن ومايكروبيوتا امبروفمنت باي دايت نقطه. 5% ريدكشن من الويت هتحسن الانزيمز
والاستياتو هيباتايتس. 10% ريدكشن للويت هترجع السيروزز والفايبروزز. لكن مين قدرنا نعمل معاه كده؟ دكتورة هناء هانم. دكتورة هناء زي ما الدكتور مجدي الدهشان رئيس الرجال، دكتورة هناء طب الأزهر بنات. اتفضل يا فندم. فين يا ولدي الميكروفون من فضلك؟ الحقيقة أنا بشكر الأستاذ دكتور عبد الخالق حامد، هو اللي قال لي الحقيقة على إني أحضر. أنا إندوكراينولوجيست قسم إندوكراينولوجي في طب بنات الأزهر، وطبعا أعرف 90% من الأساتذة الأعزاء على قلبي جدا هنا. أنا بشكر حضراتكم جدا على الجروب البانل اللي اتعمل، والمحاضرات في منتهى الجمال مكملة لبعضيها جدا. لكن الحقيقة أنا كإندوكراينولوجيست حسيت بالزعل قوي إن إحنا 90% من البيشنت إنسولين ريزيستنت دايابيتس، وكلهم إندوكراين يعني دايابيتس ديس أوردر. أنا شخصيا بشوف 90% من عياميني وأكثر عندهم فاتي ليفر ديزيز. بالرغم من كده 90% من الكلام ده كان كله جديد عليا، وأنا بسمعه لأول مرة وما فيش كوميونيكيشن ما بين الهيباتولوجيست والجاسترو انترولوجيست والإندوكراينولوجيست. ما فيش كوميونيكيشن وفيش انتراكشن بيننا وبين بعضينا. أنا بشوف البيشنت بتاعي بعالجه من وجهة نظري كإندوكراينولوجيست، فبعمل له دايابيتس كنترول لايف ستايل، بعمل كل الحاجات دي كجايد لاينز بتاعتي. لكن ما فيش لحد دلوقتي، لو انا لقيت البيشنت ده انا سكور الفاست سكور. انا بشكر الاستاذة الدكتورة منى حجازي على انها قالته، لاني انا ممكن هرجع للنت وهعمل الابليكيشن وهبدا اشوف البيشنت بتوعي واحطهم على الكاتيجوري ده وابدا اشخص تشخيص ادق. برضو الثايرويد ريسبتور بيتا اجونست ده كان كتير جدا بيشنت انا بلاقيهم عندهم مانيفيستيشن اوف هايبوثايرويديزم، والاقي البيشنت الثايرويد بروفايل بتاعتها ويذ النورمال، واقول دي سب كلينيكال. طب دي عندها كاردياك بروبلم، طب هديها تريتمنت ولا لا؟ فالحقيقه انا استفدت جدا جدا من كل كلمه اتقالت دلوقتي، والحقيقه الموضوع كان ممتع جدا. بس برضو انا ليا راي، المايكروبيوتا حضراتكم اتكلمتوا عنها واتكلمنا عنها في الباثوجينيسيس للفاتي ليفر ديزيز او النفل، لكن احنا ما عندناش لحد دلوقتي ريسيرشز على الايجيبشن مايكروبيوتا. احنا ديفرنت كاتيجوري من المايكروبيوتا في الديفرنت ناشوناليتي. الدايت نفسه بيأثر، اللايف السوشيو اكونوميك ستيتس ايفن ان ايجيبت بتختلف المايكروبيوتا فورميشن والديستريبيوشن بتاعها والتايبس تختلف according to the socio-economic state واللايفستايل. لحد دلوقتي احنا بنتكلم بنتبع الكلام اللي اتقال international، لكن احنا ما عندناش اي studies ولا اي communication بيننا وبين بعضينا علشان نعمل الشغل الرائع الممتع اللي احنا يعني علشان نفيد المرضى بتوعنا. فده الكومنت، وانا بشكركم جدا جدا، استفدت واستمتعت وفهمت واشكركم جدا جدا. خليني اقول لحضرتك بمناسبه المايكروبيوتا، لو نقدر بس نسترس عن حاجتين من غير ما نعمل تحاليل ومن غير ما ندور على التايب بتاع المايكروبيوتا، نشوف ايه الهيلثي دايت اللي بتخلي المايكروبيوتا بتاعتنا في ناحيه الهيلثي، والحاجه الثانيه اللي لازم نسترس عليها الحقيقه الابيوز اوف انتي بايوتكس اللي بتغير تركيبه المايكروبيوتا بتاعتنا. فالحاجتين دول مهمين جدا ان احنا نسترس عليهم، الابيوز بتاع الانتي بايوتكس خصوصا في السن الصغير، والحاجه الثانيه اللايف ستايل ونوع الاكل اللي احنا بناخده اللي بيغير المايكروبيوتا. وحاجه كمان ثانيه بس بالاضافه للكلام دكتور منى، بالنسبه لموضوع المايكروبيوتا والمايكروفلورا مع الناش او اذر ديزيزز، اكشوالي احنا عندنا بروبلم كبيره جدا ان انت تعرفي هو مين اللي عامل مين. يعني هل هي التشينج اوف ذا مايكروفلورا هاز دان افتر بينج ذا ناش، ولا هو التشينج بتاع المايكروفلورا هو اللي ادى لوجود الناش؟ ودي نفس القصه اللي بنقابلها صراحه في الالسرتيف كلايتس والاي بي ديز والاي بي اس حتى. لكن حتى التشخيص بتاع المايكروفلورا عشان نيجي نعمل سبيسيفيك تيست للمايكروفلورا، فانت محتاجه حاجات فيري ادفانسد لايك فيري اكسبنسيف جيرم فور اكزامبل جيرم فري مايس. عشان تجيبي جيرم فري مايس، المايس الواحد ب $520
غير ان المايس العاديه ممكن تستخدم ماوس الواحد بس بيوصل $18. احنا في فرق كبير جدا في المايس نفسه, في الانفايرمنت, في الـ في الـ في طريقه الفيدنج بتاعها عشان تعرفي بالظبط تفايند اوت ذا سبيسيفيك تارجت بكتيريا او بكتيريوفاج هي اللي مسؤوله عن الانديوس اوف ديزيز في الناش. ف ستيل اتس فيري اريا اوف ديبيت كونتروفيرشال, احنا وي كانت توك اباوت ات رايت ناو, بس وي ستيل وي ار ان ذا تراك. احنا ما عندناش ايجيبشن ماب للمايكرو ايجيبشن مايكروبيوتا عشان اند اتس ريليشن تو ديفرنت ديزيزز. يعني انا بعرف ان هي فيري كومن تشينجز في التايب اوف مايكروبيوتا مع الدايابيتس, مع الثايرويد ديس اوردر, مع ديفرنت ديزيزز. يعني كل ده لو انا عرفت الايجيبشن ماب وصلحتها هعمل بريفنشن فروم يعني ذا فيرست بوينت. يعني مش هنوصل للديفرنت ديزيز دي. انا بشكركم جدا وبهني الاستاذ دكتور مجدي الدهشان والكليه طب الازهر بنين, انا يعني النص الشق الثاني لينا, فانا بشكركم جدا جدا والف مبروك المؤتمر. في اي اسئله تانية؟ اتفضلي. اللي حضرتك المافلد اتقال عشان كده حضرتك بتقولي ان احنا كلنا في ديس اورجانيزيشن بيننا وبين التيم مع بعض؟ لا, المافلد it is not a one disease, it's not related only للليفر, it's related للكيدني, related للكارديوفاسكولار, related للمالجنسيز, related للبنكرياتيك ديزيزز, هرمونال ديزيزز, الاوبيزيتي, يعني كل السيستمز كان بي افكتد. عشان كده قالوا لا, it's a metabolic dysfunction associated fatty liver disease. This is